السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو عندنا شرح طريقة تحميل وتثبيت أحدث إصدار للباتش العملاق دياس بروفيسيونال باتش الفيرسوس 6.2 للعبة بيس 2017. فطبعا هذا أحدث تحديث للباتش كما ذكرت من قبل، وأيضا هذا التحديث به العديد من الإضافات ومميزات الموسم 2021، وأيضا شغال مع اللعبة بدون أي مشاكل. وأيضا هذا الباتش يحتاج للإصدار السابق من الباتش وهو الفيرسوس 6.1، لهذا يجب أن يكون لديكم الإصدار السابق من الباتش وهو بيس بروفيسيونال باتش الفيرسوس 6.1 لكي تستطيعون تشغيل هذا التحديث بدون أي مشاكل. فإذا لم تقومون بتسطيب التحديث السابق كما ذكرت وهو الفيرسوس 6.1، لهذا يجب أن يكون لديكم التحديث السابق من الباتش لكي يشتغل معكم هذا التحديث بدون أي مشاكل. وأيضا سوف نتعرف على كل تفاصيل ومميزات هذا التحديث أو هذا الباتش بالتفصيل، ولكن قبل بداية الشرح كالعادة Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. والآن سوف ننتقل إلى الشرح، ولن تقمن بالذهاب إلى هذه المدونة، سوف تجدون رابط التدوين أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. بعد الضغط على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، تقمن بالذهاب إلى الأسفل وسوف تجدون صورة خاصة بالموضوع، أيضا بعض المعلومات عن هذا الإصدار أو هذا الباتش كما ترون، وأيضا مميزات التحديث الفيرسوس 6.2 كما ترون، به أحدث مميزات الموسم 2021، وأيضا تاريخ إصدار التحديث في 21 أغسطس 2020، أيضا حجم ملف التحديث 1.29 جيجا بايت، وحجم ملف الفيكس 8.26 ميجا بايت، لأننا أيضا سوف نقوم بتحميل الفيكس لأنه ضروري جدا للباتش لكي يقوم بإصلاح بعض المشاكل الموجودة داخل هذا التحديث. أيضا صور من داخل اللعبة بعد تسطيب الباتش أو التحديث كما ترون، أيضا شرح تحميل وتثبيت التحديث، وأربعة روابط لتحميل الملف تقومون باختيار رابط من هذه الروابط، فكلها روابط شغالة بدون أي مشاكل. بعد الانتهاء من تحميل الملف يأتيكم ملف مضغوط على هذا الشكل، تقومون باستخراج الملف. بعد استخراج الملف يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالدخول إلى الملف، ثم سوف تجدون بعض الملفات هنا، تقومون بفتح هذا الملف، رابط الموقع الرسمي لتحميل الباتش أو التحديث، وسوف تجدون رابط خاص بالموقع الرسمي لتحميل الباتش، تقومون فقط بنسخ الرابط على هذا الشكل كوبي، ثم تقومون بوضعه هنا في شريط البحث في جوجل هكذا. بعد ذلك سوف يوجهكم إلى الصفحة الخاصة بالموقع أو تحميل الباتش كما ترون، تقومون بالذهاب إلى الأسفل هكذا، سوف تجدون أيضا مميزات الباتش التي ذكرناها من قبل وبعض الصور لهذا التحديث، وأيضا سوف تجدون هنا رابط تحميل الباتش عبر رابط مباشر أو عن طريق التورنت. فبعد ذلك تقومون بإما التحميل عن طريق رابط مباشر أو عن طريق التورنت كما ذكرت، وأيضا تقومون بالذهاب إلى الأسفل وسوف تجدون رابط تحميل الفيكس، أيضا تقومون بالضغط على هذه الصورة هنا وسوف يوجهكم إلى رابط التحميل، تقومون بتحميل ملف الباتش وملف الفيكس. بعد الانتهاء من تحميل ملف خاص بالباتش يظهر معكم ملف على شكل تورنت هكذا، فأنا قد قمت بتحميل التحديث أو الباتش عبر التورنت. بعد الانتهاء من تحميل ملف التورنت يأتيكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالضغط عليه مرتين، وطبعا يجب أن يكون لديكم برنامج اليوتورنت لكي تستطيعون تحميل الباتش عبر اليوتورنت. بعد ذلك سوف تظهر معكم هذه الواجهة، هنا تقومون باختيار مكان تسطيب أو مكان تحميل التحديث، وهنا تظهر معكم ملفات خاصة بالتحديث، تقومون بتعيين جميع هذه الملفات ثم تقومون بالضغط على أوكي وتقومون بتحميل ملف الخاص بالتحديث. بعد الانتهاء من تحميل ملف الخاص بالتحديث يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالدخول إلى الملف وسوف تجدون بعض الملفات هنا، تقومون أولا باستخراج ملف الخاص بالوينرار الخاص بالتحديث،
تقوم بالضغط على Extract 2 وسوف يتم استخراج الملف. بعد استخراج الملف الخاص بي الباط يظهر معكم ملف على هذا الشكل. تقوم بالدخول إلى الملف، ثم سوف تجدون هذه الملفات. تقوم بتعيين هذه الملفات كما ترون هنا في الصورة، ولكن لا تقوم بتعيين ملف الداونلود فقط، تقوم بتعيين فقط الملفات الأخرى كما ترون الآن. ثم تقوم بالضغط على Copy، وطبعا يجب أن يكون لديكم الإصدار السابق من الباتش كما ذكرت من قبل الفيرسون 6.1 لكي يشتغل معكم هذا التحديث بدون أي مشاكل. ثم تقوم بالضغط على Copy. بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى ملفات الخاصة بلعبة بيس 2017، ثم تقوم بالضغط على Copy، ثم تقوم بالضغط على Run Plus أو استبدال الملفات. بعد ذلك تقوم بالعودة مرة أخرى إلى الملف الخاص بالباتش، ثم تقوم بالذهاب إلى ملف الداونلود وتقوم بنسخ هذا الملف كما ترون Copy، ثم تقوم بالذهاب إلى ملفات الخاصة باللعبة ثم ملف الداونلود وتقوم بالضغط على Copy هكذا. بعد ذلك تقوم أيضا بتحميل ملف الخاص بالفيكس، وأيضا ملف الخاص بالفيكس سوف تجدونه في الموقع الرسمي الخاص بالباتش. تقوم بتحميل ملف الخاص بالفيكس كما ذكرنا من قبل. بعد ذلك يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقوم بالضغط على Extract 2 أو استخراج الملف، ثم يظهر معكم ملف على هذا الشكل. تقوم بالدخول إلى الملف وسوف تجدون بعض الملفات هنا. تقوم بنسخ هذه الملفات كما ترون، هذا الملف وأيضا هذا الملف Copy، ثم تقوم بالذهاب إلى الملفات الخاصة باللعبة هكذا، وتقوم بالضغط على Copy، ثم تقوم بالضغط على Run Plus أو استبدال الملفات. وبعد ذلك تقوم فقط بالدخول إلى برنامج DP File List Generator الخاص بلعبة بيس 2017 كما ترون هذا هو البرنامج. تقوم بتحميل البرنامج من أي مدونة أو من أي موقع كما ترون DP File List Generator الخاص بلعبة بيس 2017، ثم تقوم بتفعيل ملف الخاص بالباتش الذي قمنا بنسخه في ملف الداونلود. ركزوا معي جيدا هنا، تقوم بالذهاب إلى برنامج DP File List Generator، تقوم بفتح البرنامج، ثم تقوم بتفعيل ملفات الخاصة بالباتش الموجودة داخل ملف الداونلود الخاص باللعبة، وتقوم بالضغط على OK وسوف يتم تفعيل الملفات بدون أي مشاكل. لكي تجدون جميع الإضافات والمميزات الخاصة بالباتش موجودة داخل اللعبة. فأنا بالطبع لم أقم بتثبيت الباتش لأنه لدي باتش آخر، لهذا لا أريد تثبيت هذا الباتش، لأنه إذا قمت بتثبيت هذا الباتش مع الباتش الذي لدي الآن فسوف يحدث لي مشاكل في اللعبة، لهذا لا أريد تثبيت الباتش. ولكن أنتم إذا أردتم تثبيت هذا الباتش فلا يوجد أي مشكلة، ولكن كما ذكرت من قبل يجب أن يكون لديكم الإصدار السابق من الباتش وهو PS Professional Patch الفيرسوس 6.1 لكي يشتغل معكم هذا التحديث بدون أي مشاكل. وهكذا قد أنهينا الشرح، ولمن لديه أي مشكلة أو لديه أي تعليق ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو أو تواصلوا معي عبر صفحتنا على الفيسبوك، سوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل الاجتماعي أسفل الفيديو في الوصف، أو تستطيعون طرح أسئلتكم في الدردشة الخاصة بالموقع. وهكذا قد أنهينا الشرح، وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك وشير، ودمتم في أمان الله.